مساء الفل على كل اللي بيشوفوني. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هند من قناة منوعات اليوتيوب 55، ولا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها اول باول. ويا ريت تدعموا القناة بلايك عشان برضو القناة تعلى بيكو وليكو، والفيديو يرتفع والناس تشوف الفيديو. زي ما انتم شايفين كده النهارده الريفيو بتاعنا مختلف تماما. النهارده انا رجعت معاكم بريفيو حلو جدا. اللي معانا دلوقتي ديت حنة فرد للشعر، طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا كيلو من الحنة الفرد. طبعا الحنة، طبعا في ناس بتعمل بروتين، في ناس بتعمل حنة فرد. الحنة ديت اللي معايا حنة طبيعية جدا، حنة بالأعشاب زي ما انتم شايفين كده، اسمها حنة الأميرة بالأعشاب. الحنة دي انا جربتها طبعا مرة قبل كده، جربتها وقعدت على الشعر سنة او سنة ونص كمان، او ممكن سنتين كمان، لحد ما تخلص خالص من الشعر، من اخر خصلة يعني من الشعر. بتفضل ما شاء الله جميلة جدا يعني، طبعا لحد ما الشعر بتاعك بقى يطول طبعا بتفضل موجودة في الشعر. الحنة دي زي ما انتم شايفين كده، انا معايا طبعا دلوقتي كيلو من الحنة الفرد للشعر من لونها اسود، يعني انا جبت اللون الاسود. في منها زي ما انتم شايفين كده بني وكستانائي واحمر عنابي، على حسب اللون اللي انت عايزاه على شعرك طبعا. طبعا هي طريقتها سهلة جدا، انا طبعا جايباها من ناس مضمونة جدا وناس على ثقة، بجد ناس ثقة جدا. طبعا الحنة مرخصة والحنة من الاعشاب الطبيعية، الحنة تحفة بجد تحفة. الحنة الفرد ممكن انت تاخديها للكوافير تعمليها في الكوافير، وممكن انت لو عندك خبرة بتعمليها في البيت عادي. طبعا اهم حاجة ان انت بتغسلي الشعر كويس جدا جدا، يعني ما تخليش فيه زيوت، ما تخليش فيه كريمات، ما تخليش فيه اي نوع من انواع الكريمات خالص ولا الزيوت. وبعد كده بتبدأي طبعا بتغسليها بمية دافية، وبعد كده طبعا بتبدأي تحطي الحنة. لو انت هتعمليها في البيت بنفسك طبعا لازم الحنة، قصدي الشعر، يبقى مكوي، يعني الشعر يبقى مفرود، تبقي تكون الشعر طبعا في كوافير. لو حابة تاخدي الحنة تعمليها في كوافير مفيش مشكلة، لو حابة تعملي بوتين برضو مفيش مشكلة. بس طبعا الأسعار دلوقتي غالية جدا في الكوافير، غالية جدا جدا كمان. فالحنة ما شاء الله بجد أنا جربتها من ناس مضمونة جدا، وجبتها عن طريق ناس مضمونين جدا. الحنة بجد ما شاء الله، يعني بجد عن ثقة حلوة حلوة بجد. يعني أنا عشان جربتها فعملت لكم الريفيو عنها النهاردة. طبعا انا جايبه كيلو ليه؟ لان انا عندي يعني مش شعري انا، شعري بنت من بناتي شعرها مجعد، فهي شعرها كثيف يعني، كثيف كده يعني، هو ممكن ما يكونش طويل قوي بس كثيف، فبياخد معايا كميه من الحنه كويسه. فزي ما انتم شايفين كده انا جايبه كيلو. طبعا بتبداي تغسلي الشعر كويس، وبعد كده بتبداي تعجني الحنه بميه دافيه، وبتبدأي طبعا من خصلة من تحت لتحت كده، بتبدأي تاخدي خصلة خصلة تمليها خالص بالحنة، وانت بتفردي الشعراية وتخليها على نازلة على الكتف كده، خصلة خصلة، تخلصي خصلة تخلصي، تبدأي خصلة تانية، تعملي واحدة تعملي التانية. دي طريقة الحنة لحد ما تخلصي اخر خصلة من فوق خالص. وبعد كده بيبدأ الشعر يبقى مفروض قدامك كده على الظهر. طبعا بتحطي حاجات عشان الحنة بتدي صبغة على على الهدوم، وبتدي صبغة. بتبدأي تحطي طبعا اي حاجة كده حاجز بين الكتف وبين الشعر لو انت هتعمليها في البيت. لو عايزة تعمليها كوافير مفيش مشكلة، هم بقى عارفين شغلهم وهيعملوا لك كل الخطوات ديت، وهيمشوا على التعليمات اللي موجودة على الايه، على الورقة اللي على الحنة بالظبط. زي ما انت شايفه كده طبعا طريقه الاستخدام موجوده طبعا تغسلي الشعر بالميه والشامبو او الصابون، ما يكونش فيه اي دهون خالص، بتفردي الشعر زي ما انا قلت لك كده طبعا عشان استخدمتها قبل كده فعارفه الطريقه. اول حاجه كمان، اهم حاجه قصدي كمان، تسيبي يعني 5 سنتي كده من الشعر، ما تبقيش ملزقه الحنه من الشعر من اخر خالص كده، لا سيبي 5 سنتي كده من الشعر كده كده. هو يعني ال5 سنتي اللي انت سايباها ديت، هو كده كده الحنه كده كده هتسرح على الشعر يعني من ال5 سنتي دي. وتشدي طبعا الشعر وانت بتعملي كل خصله كده تشديها، بجد النتيجه بعد 8 24 ساعه، مش 18 لا، هي 24 ساعه حلو قوي بتبيتيها على الشعر. بعد كده بتغسليه بميه دافيه، وبعد كده ما شاء الله هتلاقي شعر حاجه تانية خالص، حاجه بجد خيال، شعر ناعم زي الحرير. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم النهارده باذن الله. ولو حابين تستفسروا على اي حاجه عن السعر بتاع الحنه او صاحب الحنه او ازاي تطلبوا الحنه، يا ريت تسيبولي في التعليقات. السلام عليكم.